النهاردة تم دفن جثمان الملحن العظيم حلمي بكر بعد حكايات كثيرة جدا. وصل ابنه الأستاذ هشام من الخارج، وكانت الجنازة النهاردة مهيبة، حضرها عدد كبير من تلاميذ ومريدي وأصدقاء وأحباء حلمي بكر، وكان موجود بنته برفقة أخيها الكبير الأستاذ هشام. ثم كان النهاردة العزاء، العزاء الآن قائم في مسجد الحامدية الشاذلية، والسيدة وزيرة الثقافة ذهبت لتقديم العزاء في الراحل الكبير، وكذلك نقيب الموسيقيين وشخصيات كثيرة وكبيرة جدا راحت لوداع هذا الملحن الذي أعطانا ومنحنا الكثير من الإبداع والسعادة، وظل حتى آخر لحظة في حياته يقاوم الإسفاف والتفاهة في الغناء. معنا الأستاذ فتحي بكر، شقيق الملحن الكبير الراحل حلمي بكر. أهلا وسهلا يا أستاذ فتحي. أهلا بسيادتك يا فندم، وخالص العزاء لحضرتك وللأسرة. شكرا، شكرا جزيلا. حضرتك النهاردة العزاء حضروا ناس كتير، والسيدة وزيرة الثقافة جت علشان تؤكد لكم على قيمة هذا الرجل بالنسبة لمصر. مع سيادتك، من الذي شارك اليوم في العزاء؟ يعني مين أبرز الشخصيات اللي حضرت في العزاء النهاردة؟ والله مش عايز أقول لك، شخصيات عديدة وناس كلها حبايبه وناس كلها كويسة، وهم يعني جايين بيقدروا الراجل اللي توفى ده، لانه اللي هو اللي كان زي ما الناس قاعده بتكرر يقول لك قيمه وقام، انما هو حلمي بكر كان راجل طيب وكان راجل محترم وكان راجل ذوق. الله يرحمه، الله يرحمه. ومن خلال البرنامج بتاع سيادتك ده انا بشكر جميع الساده الحضور اللي حضروا النهارده ووسونا فيه، ومش عايز اقول لك يعني، وبقدم شكري برضو. النهارده اليوم كان صعب جدا من الصبح، طبعا يوم شاق جدا. يعني مش عايز اقول لك شكري للداخليه اللي هي وقفت فعلا جنبنا وقفه جميله قوي، من اول ما قمنا، من اول ما رحنا المستشفى للجامع للمقبره ده المتوقع منهم دائما يعني. يعني هو ده اللي الواحد بيشوفه منهم دايما، بيشوفه منهم دايما. استاذ، انا بقدم شكر ليهم كلهم، واحنا كمان بنقدم شكرنا، وان كان لا شكر على واجب، فدول امن مصر وعارفين قيمه الفنان الكبير حلمي بكر. عايز اسال حضرتك، حضرتك هتنضم للاستاذ هشام في دعواه بالاتهام بان هناك شيء اخر غير الوفاه الطبيعيه في وفاه الملحن حلمي بكر؟ يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، يعني اديني فرصه بس. طب هل هتتكلم فيه بعدين ولا بتعتبر الموضوع اتقفل النهارده؟ اسيب العزاء واتكلم فيه. انا اسف، بعد العزاء يعني احنا ممكن نتكلم او بكره او بعده، نتكلم في المواضيع كتير. مش يعني مواضيع. لسه انت حضرتك شايف ان في مواضيع لسه محتاجين نتكلم فيها؟ طبعا طبعا في طيب. مواضيع لازم نتكلم فيها ونصفيها عشان نبقى خلاص نبقى كويسين كده مع بعضينا، يعني نتمنى ذلك، ما يبقاش قلوب شايله من حد، يعني نعرف كل واحد مين اخطا ومين ما اخطاش. نعم. وده مش عيب. لا مش عيب، التصافي ده شيء كويس، خاصة طبعا. إن في النهاية دي أم بنت حلمي بكر، هي دي أم بنت بنتنا، مش بنت حلمي بس، بنتكم صح. لأن هي اسمها رهام حلمي عيد محمد بكر. هي معاكم في العزاء؟ هي طبعا جت الصبح. شفتها وحضرت الجنازة الغسل، وطلبت ان هي تبص عليه وتودعه الوداع الاخير ليه، وكانت وانا ما رفضتش، وانا ما رفضتش عشان برضو ابين ان حلم بكر هو ده حلم بكر. صحيح. او هي دي عيله حلم بكر. انا بشكرك جدا، وبشكرك انك خرجت من العزاء عشان ترد علينا. استاذ فتحي بكر من عزاء الراحل الكبير حلمي بكر. طيب، فوجئنا النهاردة بخبر نشرته جريدة أخبار اليوم وهي صاحبة الانفراد، إن الاتحاد الدولي للشطرنج
قرر تجميد عضوية مصر في الاتحاد الدولي للشطرنج. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن مصر كانت بتنظم البطولة وبسبب أحداث 7 أكتوبر في فرق وأشخاص لاعبين من أعتقد 5 دول ما قدروش يجوا. ليه ما قدروش يجوا؟ قال لك المنطقة خطر فيها حرب، 7 أكتوبر ده الحرب على غزة. طيب في الحالات دي ايه اللي بيحصل؟ زي ما الاتحاد المصري بيقول احنا يجب نرد 25% من هذه المصاريف، لان الفلوس لما بتيجي احنا عاملين بطولة فبنصرف عليها، ولما بنصرف عليها الفلوس بتروح، وكل ده موجود بالورق. فالطبيعي ان انا ادفع 25%، انا كنت حاجز فنادق، عملت تكاليف، عملت حساباتي، فما ينفعش. لكن الاتحاد الدولي عمل كده بالفعل، جمد عضوية مصر وأعلن حرمانها المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من الاتحاد الدولي، وإن اعتبار من 8 مارس لا يجوز لجميع اللاعبين المصريين اللعب تحت علم مصر، يلعبوا تحت علم الاتحاد الدولي أو أي علم آخر بشرط موافقة الاتحاد الدولي على اللاعبين. يعني تقولك اللاعب ده اللاعب ده لا، وإحنا عندنا لعيبة كتير، لعيبة أساتذة في هذه اللعبة، واخدين بطولات عالمية. ما هي الحقيقة وماذا وراء ذلك وماذا سنفعل؟ دعونا نسمع من الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتور هشام. مساء الخير أستاذ خيري، وأنا سعيد ولي الشرف دايما أكون مع حضرتك. الشرف ليا وأنا بشكرك، إحنا بنكلمك وأنت بره مصر فبشكرك على وقتك جدا. لا العفو يا فندم، تحت أمرك دايما، وحضرتك إعلامي قدير ومحترم، ودايما الواحد يحرص أن يكون مع حضرتك. شكرا يا دكتور هشام. ممكن تفهمنا إيه الواقع وماذا سيتم؟ هو طبعا حضرتك مشكورا وفرت عليا كلام كتير، حضرتك قلت موجز محترم جدا. كان عندنا في شهر 10 اللي فات بطولة العالم للناشئين للشطرنج لأول مرة أقيمت في مصر في شرم الشيخ، وكانت برعاية وبحضور وزارة الشباب والرياضة والمحافظ اللي هو خالد سودة اللي شرفنا بحفل ختام وتوج الفايزين. كانت أول مرة بطولة تعمل في مصر، كان مشارك 60 دولة، حوالي 1200 مشارك، وكانت بطولة ناجحة جدا. قبل البطولة بأسبوع، البطولة بدأت من 14 أكتوبر ل 27 أكتوبر، قبلها بأسبوع طبعا بدأت الحرب اللي هي في غزة، وكان في حوار بيني وبين رئيس الاتحاد الدولي يوم 8 و 9 أكتوبر، قلت له يعني قلت له شرم الشيخ أمينة وإحنا جاهزين لضبط البطولة، بس في دول متخوفة، في دول يمكن تيجي. في الوقت ده أستاذ خيري كان في 78 دولة مسجلين مشاركة مبدئية، 78 اللي حضر فعليا 60، يعني في 18 دولة ما جوش. أي منهم 5 دول كانوا اوريدي دافعين اشتراكات ودافعين. احنا عاده الصخيري في بطوله عالميه زي دي بنستضيف 6 لاعبين، بنستضيف 6 لاعبين مجانا، ودي المصاريف اللي احنا بنتحملها، 6 لاعبين بنستضيفهم مجانا، وفي لاعبين اضافيين بقى بيتحملوا اقامتهم، فده بيغطي معانا مصاريف التنظيم وكده. نعم. فلما في 18 دوله لغوا مشاركتهم، ومنهم 5 دول كانوا حضرتك دافعين الاشتراك. تمام. فانا بلغت رئيس الاتحاد الدولي قلت له لو في، انا جاهز للاصطاد وشرم الشيخ امينه تماما، وطلعنا بيان رسمي ان مصر بتؤكد ان شرم الشيخ امينه وبعيد عن اماكن الصراع ومفيش مشكله. نعم. بس في دول طالبه تاجيل، فانت ايه رايك؟ قلت له، قال لي لا انا هنعمل بطوله في ميعادها، وقلت له وانا معاك مفيش اي مشكله، بس قلت له ممكن دول ما تجيش، ممكن دول ده ياثر على تكلفه التنظيم، هيحمل لي انا تكلفه التنظيم اكتر. ليه؟ لان انا بستضيف اللاعبين الاساسيين مجانا، وده هيستمر، في لاعبين اضافيين انا كنت متامل ان هم يجوا معايا ويعوضوا معايا مصاريف التنظيم. اي فده ما حصلش، فده خلى اللود عليا، فاضطريت اصرف من الفلوس اللي بتحول لي البطوله بما فيها الدول اللي هي ما جاتش. طبعا كل ده متراجع ماليا واداريا، الاداره المركزيه للرقابه والمعايير في وزاره الشباب والرياضه براجع كل فاتوره وكل جنيه اتصرف، والحمد لله البطوله دي عملنا فيها انجاز تاريخي، وده سبق لحضرتك لاول مره في وقت العمله الصعبه في مصر فيها مشكله، احنا مدخلين حوالي 1,000,000 يورو لخزينه بنك مصر. تمام. حوالي 1,000,000 يورو. المهم فالحمد لله كان في بطوله نجحت، شارك 60 دوله، وبعد ما البطوله خلصت باختصار عشان ما اطولش على حضرتك، في 5 دول اللي هم ما جوش طلبوا ان هم بما فيهم بطولة. اسرائيل، هم تحديدا الهند، اسرائيل، فرنسا، قبرص، ومونتينيجرو الجبل الاسود. اي دول 5 دول تحديدا. فوالله قلت لهم لائحه الاتحاد الدولي ما فيش حاجه تبص على الترجاع للفلوس،
لان انت بتعتذر قبل بطوله بيومين ما فيش لا بيحصل في الرابش الفرنج ولا في اي لعبه في مستوى العالم. انا اجرت قاعه، حجزت تجهيزات، اشتريت ادوات للبطوله، حجزنا اوض في فنادق، عملنا كل حاجه والله. حاجزين 600 غرفه يا استاذ خيري، وفنادق والفنادق في شرم الشيخ بتاخد فلوسها مقدما. فالمهم فطول ما فيش لائحه في الاتحاد الزمني، وانا عندي لوائح ماليه في مصر تبع وزاره الشباب والرياضه بتحكمني في نص على راسي. فالاتحاد الدولي بعد البطوله ما خلصت يا فندم يوم 22 نوفمبر، البطوله كانت من 14 ل 27 اكتوبر. ايوه 22 نوفمبر بعديها بحوالي شهر الاتحاد الدولي عمل لائحه جديده، اكتشف ان الثغرات اللي موجوده في القوانين عنده واللوائح، فعمل لائحه وقال الدول اللي تنسحب من بطولات العالم من خلال يوم ل 15 يوم قبل البطوله تسترجع فقط 25% فقط. تمام. وال 75% تخصموا لمصاريف التنظيم. فانا قلت له ماشي، انا مؤمن الجميل دوت، وانا مستعد ارجع 25% التزاما بلائحه. قالوا لا ده دي بعد البطوله. دي لائحه اتعملت بعد البطوله. قلت لهم اوكي، ما هو مفيش ما كانش في لائحه ثانيه بالبطوله، احنا نستند لايه؟ فناخد الحاجه الاقرب للتطبيق. ايوه. فقالوا لا احنا عايزين ال 100%. قلت له لا 100% ما فيش لائحه بتقول الكلام ده، انا عندي رقابه ماليه وانتوا ما عندكوش لائحه تقول لي ارجع 100%. الموضوع ده ما ينفعش فيه اجتهادات، الامور الماليه والاداريه وفي جهات رقابيه وجهاز مركزي محاسبات وعندي انا رقابه من الوزاره، ما اقدرش اخالف اللوائح. هات لي القانون بتاعك بيقول 25%، ليه انا اديك 100%؟ يعني حضرتك فوجئت بالقرار بتاعهم بتاع الايقاف؟ لا ده انا هقول لحضرتك الكلام ده لغايه قبل اسبوع بس واحنا بنجادل. ايوه. قلت لهم 25% انا حاضر احولها لكم خلال اسبوع، ما عنديش اي مشكله. قالوا لا احنا عايزين 100%. قلت لهم 100% ما ينفعش. المهم ان هم خاطبوا يا فندم وزاره الشباب والرياضه وخاطبوا اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه والوزاره ادونا تعليمات. قالوا اقعدوا مع الاتحاد الدولي وتفاوضوا معاهم ووصلوا لحل وسط حسب اللوائح. بما لا يخالف اللوائح. كويس. يعني انا لو جات لي تعليمات الوزاره ان ادفع اي رقم بدفعه، وانا احترم تعليمات الوزاره وتحكيمات اللجنه. اللجنه الاولمبيه قالت لي شوف اللوائح وطبقها. تمام. قلت لهم اللوائح اللي عندي 25%، ده اللي انا اقدر اقول كده، اكتر من كده ماليش فيه. فالمهم اللجنه الاولمبيه اللي فوجئنا من الاتحاد الدولي من يومين قالوا طب زودوا 25%، قعدوا يفصلوا معانا. قلت لهم يا جماعه الموضوع مش قابل للاتصال، طب زودوا خليها 30%، خليها 40%. قلت لهم ما اقدرش اديكم جنيه واحد زياده. انا في لائحه مطبقه دي ماشي. فالمهم قال لك طبعا هنشوف ونعمل ايه. فوجئنا ان اول امبارح بالليل طلعوا قرار. القرار بقى باختصار يا استاذ خيري تعليق مؤقت، لان البورد تبع الاتحاد الاتحاد الدولي له مجلس اداره وفي جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه دايما هي السلطه العليا لاي مؤسسه رياضيه. نعم. سواء كانت محليه او دوليه. فالمجلس الاداره اوصى توصيه ايقاف مؤقت للاتحاد المصري، هو وسيله ضغط وابتزاز عشان ياخدوا الفلوس اللي هم عايزينها، وده طبعا لا يمكن ان احنا بنحافظ على مكتسبات الدوله ومكتسبات مصر، ودي عمله صعبه لازم نحافظ عليها في حدود اللوائح والقوانين. احنا بناخد حاجات مش من حقنا، في حاجات حقنا حسب اللوائح. نعم. فقلنا لهم ايقاف مؤقت بقى. القرار بوضح لحضرتك القرار فيه نقطتين اثنين. النقطه الاولى بخصوص الايقاف المؤقت ده، قرار طلع مجلس الاداره لازم يعتمد بالجمعيه العموميه للاتحاد الدولي في شهر 8 اللي جاي. الجمعيه العموميه يا تلغي القرار يا تناقشه وتشوف مدى حيثيات القرار دوت، ازاي البورد يطلع قرار زي كده. ايقاف مؤقت لمده لغايه شهر 8. انا في شهر 3 يعني 5 شهور بالظبط. شهر 8 الجمعيه العموميه هتجتمع في المجر في خلال الاولمبياد العالمي للشطرنج وهتقرر الكلام ده صح غلط. هتشوف أنا هتسمع لينا وتسمع للبورد والجميع العمومية السلطة اللي هي تقرر. هل هيكون في موجود ممثل لمصر قانوني هناك؟ طبعا 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 ممثل مصر عشان يعرض وجهة نظر في الكلام. هل في أي بطولات موجودة قبل هذا التاريخ؟ في يا فندم عندنا يوم 8/3 بطولة دورة الألعاب الأفريقية في غانا، وبعديها برضو ده بطولة أفريقيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات موجودة في غانا برضو. طب ما احنا كده هنلعب تحت علم إيه؟ ما انا هقول حاجه بقى للنقطه الثانيه. الموضوع فيه شقين، شق ايقاف مؤقت وده بيطعن فيه عنا فيه فورا، والجمعيه العموميه الاتحاد الدولي شهر 8 هتستفد فيه، وزي ما قلت لحضرتك 99% هتلغي القرار دوت لانه ملوش اي اساس وما بيستندش لاي لائحه ولا اي كده. الحاجه الثانيه فيما يتعلق باللاعبين، انا هرجع بس هعمل لقطه مباشره. روسيا لما احتلت اوكرانيا من سنتين اللجنه الاولمبيه الدوليه عملت عقوبات على دوله روسيا، روسيا ككل في جميع الالعاب. مفيش روسيا ما تلعبش في اللعيبه الروس يلعبوا تحت مظله الاتحاد الدولي للشطرنج. نعم. فالاتحاد الدولي برضو دي وسيله ضغط ثانيه، والاتحاد الدولي للشطرنج بيبتزنا وبيضغط علينا عشان نقول له خد الفلوس اللي انت عايزها. لا الكلام ده ما نعرفش، المصريين ما يعرفوش الكلام. احنا فاهمين في اللوائح وبنحترم اللوائح.
فهو بيضغط ويقول لك اللاعبين المصريين هيلعبوا تحت مظله الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي بشكل مؤقت برضه لغايه شهر 8 لغايه ما نحل المشكله دي مع الاتحاد المصري. لكن اللعيبه المصريه هتلعب وهتلعب في كل البطولات بدون اي مشكله. كلهم بقى يلعبوا تحت مظله الاتحاد الدولي او مظله الكلام ده بشكل مؤقت حسب القرار. لعبتنا مش هيغلبوا، هم شايلين العالم على كتافهم برضو. ايوه بالظبط يا استاذ خيري، بالظبط كده. لعبتنا والميداليات هتتحسب لمصر وكل حاجه لمصر. نعم. لان الوفد اللي مشارك في غانا يا فندم تابع اللجنه الاولمبيه المصريه، مش تابع الاتحاد المصري كمان عشان يقدروا يفكروا يعملوا عليه. طيب طالما احنا واخدين الاجراءات الصحيحه وما غلطناش في حاجه، لابد ان ندافع عن حقوقنا ولا نفرض فيها تحت اي ظرف من الظروف. بشكرك جدا دكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الذي كان معنا عبر الهاتف. تقرير الطب الشرعي في قضيه حبيبه الشماع فتاه الشروق اللي نطت من العربيه خوفا من سائق اوبر، لأنه بيقول أنه رش سبراي، وهي قالت قبل ما تدخل في الغيبوبة ندعو الله لها بكامل الشفاء أن هي أنه كان عايز يخطفها. النهاردة جه تقرير الطب الشرعي وأثبت أنه كان متعاطي مواد مخدرة. كده عندنا جريمة تانية غير جريمة الخطف أو الشروع في الخطف، ومما تسبب في إصابة هذه البنت الجميلة ربنا يردها لوالديها وأسرتها وأصحابها بكامل الصحة والعافية. النهاردة محامي حبيبة تقدم بطلب لنيابة الشروق بتعويض، هو التعويض المدني ده بيبقى في دعوة مدنية أمام المحكمة، وبيطلبوا الشركة بتحمل مسؤوليتها. ليه؟ لأن الشركة الطبيعي انها بتعمل كشف دوري على اللي بيشتغلوا باسمها. عايز بس اقول ملاحظه صغيره، نحن نريد تصويب الاخطاء ولا نريد تطفيش مستثمر. يعني واحنا بنتحرك غلطوا في عقوبات، والعقوبات دي بتبقى تعويضات ماليه في مصر في امريكا في اوروبا، ده عادي جدا. لكن بلاش نتحامل على شركة بتمثل جزء من الاقتصاد المصري وبتمثل استثمار وبيدفعوا ضرائب. يعني يجب أن ننظر للصورة الكلية ولا ننظر للصورة الجزئية. تعالوا نشوف ما هو الهدف من هذا البلاغ الجديد من خلال السيد الأستاذ محمد أمين محامي أسرة حبيبة الشماع. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اهلا بسعادتك يا فندم، ازيك؟ اهلا بحضرتك. ممكن تقول لنا على الخطوه القانونيه اللي حضرتك اتخذتها النهارده؟ ولا حاجه، احنا النهارده ما قدمناش بلاغ، دي شكوى سعادتك. شكوى لوزير النقل. اوكي، مش للنيابه. لا يا فندم، ده لوزير النقل سعادتك. النهارده المفروض في قرار من رئاسه مجلس الوزراء رقم 2180 لسنه 2019. نعم تمام. المادة 9 فقرة 1 أو فقرة ألف وب بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ لازم تلتزم الشركة بحسن اختيارها للسائقين. نعم. أخلاقيا ومهنيا. دي فقرة ألف. طيب. فقرة ب سعادتك على الشركة فحص عينة من السائقين في إحدى المعامل المعتمدة من وزارة الداخلية. عينة. تمام. عينة التحليل سعادتك، مخدرات وكحوليات لكل العاملين ولا عينة منهم؟ عينة من جزء من العاملين سعادتك. تمام تمام سعادتك. انا النهارده في الواقعة بتاعت حبيبة هنلاقي اللي حصل. انا ماليش دعوة بأي اتهامات، لان احنا متفقين ان الواقعة اللي حصلت في العربية محدش يعرفها غير حبيبة اللي هي دلوقتي بين ايادي ربنا وربنا والسائق المحبوس. والسائق، احنا يعني ما رميناش حد بالباطن يا استاذ خير. نعم تمام. فانا دلوقتي في الملابسات اللي موجوده والوقائع اللي موجوده في الدعوه الماثله امام النيابه العامه دلوقتي، احنا عندنا السائق دوت فيما يخص الفقره الف وب في الماده 9 غير ملتزم لا مهنيا ولا خلقيا. والتحليل طبعا عرفنا كلنا ان التحليل جه ايجابي نتيجه تحليل المخدرات. هل قالوا ايه نوع المخدرات اللي متعاطيها؟ حشيش سعد. حشيش. تمام. فده طيب. فحوى الشكوى سعادتك المقدمه الشكوى لوزاره النقل.
لوزير النقل ساعتها. الهدف منها ايه؟ ان وزارة النقل تعمل ايه؟ يا فندم انا سمعت ساعتك دلوقتي بتقول ان احنا مش عايزين الموضوع الشخصي بتاعنا يأثر على الاقتصاد بتاعنا. قلت لان في حقوق وفي تعويضات مدنية وفي التزامات من اي شركة. ممكن سؤال يا فندم؟ اتفضل. على افتراض دلوقتي اللي مكان حبيبة دوت سائح اجنبي، شكلنا كان هيبقى ايه؟ هنتخذ نفس الاجراءات اللي بتتخذ مع حبيبه. احنا ما غلطناش سعادتك، احنا دلوقتي بالنسبه لحبيبه احنا بندور على حقها. طبعا في خطا وفي قصور ادى الى هذه النتيجه ولا لا؟ لا، من حقك ده، انت لازم تدور على كل حقوقها بكل الاشكال. عندك سعادتك شركه اوبر ديت المركز الرئيسي بتاعها على فكره، واحنا داعمين، احنا معاكم. تمام. شركه دي بنتنا أوبر المركز الرئيسي في امريكا، عندهم نظام اسمه CLC. ايوه. دي جهه رقابيه سعادتك على التاكسي والليموزين. طبعا. تمام. ما ينفعش، ده بيحللوا لهم سعادتك هناك كل اسبوعين. تمام. على اساس ما يبقاش فيه خطا او سهو او اي حاجه تؤدي الى سوء الخدمه اللي هم بيقدموها. نعم. فالغرض من الشفه بتاعت النهارده سعادتك، احنا كلنا بنحب البلد بس مش عايزين اللي حصل ده يتكرر مع بنتي وبنت سعادتك بس، فده الهدف يا فندم يعني. طيب طمنا على حبيبه، حالتها الصحيه دلوقتي ايه؟ والله يا فندم حبيبه ما زالت حالتها سيئه جدا، لسه في الغيبوبه يا فندم. في الغيبوبه الادراك بتاعها 3/15، فاقده للوعي. طبعا دي نسبه عاليه قوي. ما فيش خالص يا فندم، يعني ارجو من سعادتك والساده المشاهدين يدعوا الحبيبه يعني. كلنا بندعي لها والله، والناس هتدعي لها، ويا رب يردها لنا سالمه ان شاء الله ويعفو عنها ويغفر لها. اللهم امين يا فندم. بشكرك جدا استاذ المحامي محمد امين، محامي اسره حبيبه الشماع، فتاة الشروق. من أيام كان عندي حوار خاص مع ضعاف السمع أو الصم اللي ما بيسمعوش خالص وبيشتغلوا بأجهزة ومش دايما بيقدروا يستخدموها. النهاردة وإحنا من أيام كان في احتفال كبير اللي بيفرح بيه سيادة الرئيس دايما، قدرونا باختلاف لذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة، شفنا فيهم نماذج هائلة، نماذج مبشرة ونماذج مبهجة وطاقة مذهلة تخلي كل حد يفكر إزاي يسعد هؤلاء ويوفر لهم البيئة ليمارسوا حياتهم كمواطنين طبيعيين. امبارح شفنا بوستر لمسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني اللي هو قدام حضراتكم ده. ده عليه مجموعة من أبطال المسلسل وهم عاملين إشارة المحبة بلغة الصم والبكم. الشركة المنتجة أعلنت عن ترجمة مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع والبكم. النهاردة كمان شوفوا التداعيات بتجيب تداعيات، الحاجة الحلوة بتنتشر بسرعة. جريدة الوطن المحترمة أعلنت عن خدمة جديدة مخصصة لذوي الهمم من الصم والبكم، وهي إيه؟ ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني اللي جاي ده بلغة الإشارة علشان نساعدهم ونخليهم متابعين كل حاجة، شركاء عايشين معانا في كل حاجة. خلونا نعرف تفاصيل مبادرة الوطن الرائعة دي من خلال الكاتب الصحفي الكبير الزميل العزيز الأستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا أستاذ خيري، وحضرتك منور شاشة المحور، وإحنا يعني من جمهورك وبنتابعك. ربنا يخليك يا أستاذ. أنت أولا أنت صحفي عريق ومبدع، وبرنامجك الإذاعي كمان كنت بستناه، بطلع من الهواء أجري ألحقه. شرف لي يا أستاذ خيري، حضرتك من أساتذتنا اللي اتعلمنا منهم المهنة سواء. ربنا يخليك يعني العفو، أنت زميل عزيز. قل لي، هي مش غريبة عليك أن تذهب إلى هذا المنحة، الفكرة جت إزاي بتاع تلخيص المسلسلات بطريقة للصم والبكم؟
احنا والله من اول رمضان عمالين يعني من بدايه التحضير الشغل لرمضان من قبلها بشهر قاعدين نشوف هنبقى مميزين ازاي وسط التنافس الكبير مع باقي المؤسسات الزميله وباقي المنصات. وحضرتك تعلم جيدا ان يعني المنصات الرقميه اصبحت من اهم عوامل طبعا نجاح المؤسسات الثقافيه. بقالنا شهر تقريبا بنفكر ازاي نقدر نروح لمنطقه جديده في التناول الدرامي سواء باستديوهات تحليليه لاهم المسلسلات زي الحشاشين وربطه سياسيا بما عاشته مصر في 2011 و2012 و2013 لان حضرتك عارف ان مسلسل الحشاشين يتناول البذره الاولى لكل جماعات التيار الاسلامي السياسي وازاي يتم خلط يعني السياسه بالدين لتحقيق غايات اصحاب هذه الرؤى المتطرفة. نعم. ولكن بعد اللقاء الذي جمع كادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادرون باختلاف وحجم التفاعل الكبير والدموع الكبيرة التي يعني تبعناها على جميع وجوه الحاضرين للحفل وتأثرنا كلنا بشدة، خرجت من هذه الاحتفالية وانا يعني مشحون بطاقة إيجابية. صحيح. فجاءت لي الفكرة ان احنا نترجم أعمال الشركة المتحدة أو الأعمال الدرامية العشرين مسلسل لملخصات. إحنا كده بننتجها يوميا، بنلخص كل حلقة بتتعرض بيحصل لها تلخيص صحفي أهم الأحداث اللي فيها. فقلت ليه لأ إن إحنا نلخص ده بلغة الإشارة لسبعة زي ما حضرتك قلت 7.5 مليون مواطن يعانون من يعني ضعف السمع أو يعانون من الصم والبكم علشان يقدروا يتابعوا زيهم زينا أحداث مسلسلات رمضان. فوجئت امبارح كنا ناويين إن احنا نعلن الفكرة للجمهور يوم الوقفة بالليل علشان نحتفل بقرار المؤسسة، ولكن المنتج الكبير الأستاذ جمال العدل سبقنا. طبعا عارف أنا ببقى يعني ما هو صباق جمال العدل منتج صحيح. جميل وعنده وعي صحيح، وكنت فخور جدا بالقرار اللي خده ان مسلسل عتبات البهجة يتم ترجمته بلغة الإشارة علشان الناس تتابعه. فده اللي خلانا نعلن النهاردة ونعلن عن تعاقدنا مع اكتر من مبادرة علشان يكونوا ضيوف علينا في استوديو الوطن ان احنا نترجم ملخصات المسلسلات بلغة الإشارة. كل الاحترام للمنتج جمال العدل وفريق عمل مسلسل عتبات البهجة. اتمنى ان مسلسل الحشاشين الشركة هو هيبقى مسلسل رهيب. عندنا مجموعة مسلسلات حلوة قوي السنة دي. صحيح، وكمان يعني أنا مستني عتبات البهجة ومستني الحشاشين في مجموعة مسلسلات كده أنا واثق إنها هتبقى مختلفة. صحيح، والمحور كمان عاملة موسم رمضاني مميز إن شاء الله، كل التوفيق ليها والجمهور بإذن الله ربنا يخليك. وفي طيب النهاية أستاذ خيري أعتقد إن دي منافسة سواء اللي بدأ الخطوة أستاذ جمال العدل أو الوطن فكرت فيها الأول وبعد كده الوطن أعلنتها، كلنا بنتنافس لصالح يعني لصالح المواطن لصالح مواطنين مصريين. احنا اوقات كتير جدا دوشه الحياه وتلاحق الاحداث من حقهم ان هم يعرفوا، من حقهم ان هم يستمتعوا زي ما الناس هتستمتع، من حقهم يتابعوا دراما رمضان. اتمنى ان باقي المسلسلات يعني تقدم ما اقدمت عليه او ما اقدم عليه مسلسل الاستاذ يحيى الفقراني، وباقي المؤسسات الصحفيه الجميله تساعدنا وتفتح معانا طبعا كلنا واحد نقدم. صحيح، الهدف في الاخر هو غايه نبيله، غايه تحسب للصحافه المصريه اللي حضرتك عارف ان هي الصحافه الاولى في الوطن العربي صاحبه الرياده وصاحبه الاقلام. طبعا ولسه يعني تولى المسؤوليه جيل جديد، الجيل اللي بعدينا اللي هو حضراتكم وجيل مشرف وموهوب، فاحنا املنا كبير ان انتوا تعملوا اللي ما عرفناش نعمله واللي ما قدرناش نعمله. احنا وارثين مهمه صعبه لان احنا جايين بعد جيل من الاساتذه. لا انتوا اساتذه كبار والله يا استاذ مصطفى عشان ما تبقاش مجامله، وبقترح عليك اقتراح لاني من ابناء الوطن كمان، يعني انا اهرامي بس كنت مؤسس للوطن كمان مع الاستاذ مجدي الجلال. طبعا بطلب من حضرتك ايه المانع ان بعد رمضان ان شاء الله طالما لكم الريادة تظل فكرة اختيار المسلسلات المهمة اللي موجودة على القنوات بتاع المتحدة على الأقل أن يتم أيضا تستمر في نفس الرحلة؟ هنعمل كده فورا، واقتراح حضرتك يعني اقتراح عظيم ومقبول. لا هو اقتراحكو انا بكمل معاك بس. انت بتكمل معانا ودايما حضرتك سباق، ربنا يخليك. عندك يعني الـ 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 الالهام دوت. لا نكملها ان شاء الله
ويبقى كمان عندنا محتوى. احنا بنعمل نشرات كل ساعة على منصاتنا سواء على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او على تيك توك. هنقدم نشرة يومية مخصصة لذوي الهمم من اصحاب الصمم والبكم علشان يتابعوا الاحداث اليومية. من حقهم يعرفوا ما يحدث داخل قطاع غزة، من حقهم يعرفوا ما يحدث داخل مصر من قرارات تصدرها الحكومة. واعتقد ان الشركة المتحدة والمحور والقنوات الفضائية المصرية لازم يخصصوا ايضا ارسال او وقت من ارسالهم باليوم يخاطب هذه الفئة. حضرتك 7.5 مليون مواطن مصري من حقهم يعرفوا ومن حقهم يعيشوا كمواطنين عاديين داخل مصر. والله سنسعى الى ذلك، وهتكلم مع ادارة المحور وهم اعزاء، وان شاء الله نقدر نضيف هذه الخدمة في فترة قادمة. انا بشكرك زميلي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له، ده بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كان الحديث حول أزمة الغذاء العالمي، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر. الرئيس قال إن احنا بنسعى لتجاوز هذه الأزمة أو التحدي بشكل جذري. طبعا كان على هامش اللقاء كان في نقاش حول الأوضاع في قطاع غزة. حسبكم نشوف هذا التقرير عن لقاء السيد الرئيس، ثم نعود إليكم بعد الفاصل في لقاء خاص مع الأستاذ أحمد مبارك. الأستاذ أحمد مبارك استوقفني جدا وهو بيتحدانا، هو بيعمل حاجة على السوشيال ميديا اسمها قوة مصر، دايما عنده معلومات مختلفة، حتى ده سلوجان بتاعه، يعني بيقولك ستجد ما لا تجده في البرامج التلفزيونية كلها، دايما عنده معلومات. وانا كنت بسأل بيجيب المعلومات دي منين ولا بيتوقع؟ هو في الأصل صحفي، لكن استطاعت فيديوهاته أن يكون لها تأثير لأنها موثقة بالمعلومات. هنحاول النهاردة نقدم لكم مجموعة من المعلومات من خلال الأستاذ أحمد مبارك بعد الفاصل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة،
حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار، ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات.